عشان مش هنقضيها سلالم احنا. مش هنقضيها سلالم احنا. ايه اللي حصل؟ الدور عليك انت كمان، انت الخطفه الكبيره. يا نهار اسود. والله يلا ننزل بقى نتكل على الله من هنا. يا نهار اسود. في عصابه وهنتقتل، لازم نجري. نجري ازاي؟ نعمل ايه؟ لا لازم نعمل خطه الاول قبل ما نجري. خطه ايه؟ معرفش، احتياطي. نجري. ايه ده اللي انت شايله ده؟ الجلابيه بتاعتي، الله حرميها ولا ايه؟ ارمي الزباله دي. زباله؟ اوعى تغلطي في الجلابيه دي، من الارجنتين. ده انا ميسي اللي جايبها لي بنفسه. انت غلطتي. كلابوش وهنتحبس. ليه؟ ده ظابط وانا سارق عربيته. يا نهار اسود، اجري يا قرموط. العربيه فين؟ العربيه اهي. فين العربيه؟ العربيه اهي. طب اجري، استني، اجري، استني. استني يا ولد، ما تعصبيش امي. ضيعت الكاميرا يا قرموط. بس بقى ليه؟ سرق منكم حاجة؟ لا. بس سرق عربيتي، بس ما تقلقوش، أنا معايا جي بي إس، لو راح فين هجيبه المزارع اللص. معاكم عربية؟ شمال. شمال؟ مفيش شمال. بقول لك إيه؟ البتاع اللي في ده هيوصلنا ولا أنت بتهري؟ عيب يا أستاذ، معاك ضابط شرطة. رد على التليفون. ألو. ايوه يا ارموطي. ايوه يا ست غادة. هي مريم معاك؟ ايوه يا ست معايا، اطمني. اديت لها الكاميرا؟ لا لسه، الكاميرا اصل على الكاميرا عند عربيتي، لان نسيتها لما رحت اخور. بقول لك ايه، ما ترخمينيش الله يخليك، سيبيني بقى عشان كفايه. ايه ده؟ الحمد لله وقفت. وقفت على بعد 100 متر. اها. يابا. 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 ايه اللي حصل؟ هي العربية قلبت بينا ولا ايه؟ يا قرموطي. ليه واحنا اتخبطنا؟ عربية نقل خبطتنا. عربية نقل خبطتنا احنا؟ لا لازم نرفع عليها قضية، عشان النقل ممنوع يمشي في الشوارع دي. كان معايا واحدة، كان معايا واحدة. أنا قرموطي مريم اللي كنت معاك، أنت ذاكرة كويسة ولا إيه؟ أيوة يا مريم، أنت مريم؟ أيوة كان معايا. قرموطي أنت فاكر عربيتك فين ولا أيوة إيه؟ أيوة فاكر يا بنت، بس أنت قلت لي. أيوة يلا يلا بالله، استني شوية. تعمل إيه يا قرموطي دلوقتي؟ شوية بس، الله يخليكي الله يخليكي، عشان ما نحبش أنا. إيه ده؟
ايه ده يا قرموطي؟ انت بتحط رقم تليفونك لصاحب العربيه عشان تصلحها له؟ لا، ده واحد صاحبي عنده ورشه في الحرفيين، ايده عنب، هيرجع له العربيه دي اوسخ من مكانه، بس الواحد لازم يعمل الواجب. انا حاسس ان وشي منمل. وانا كمان. ايه اللي داخلين علينا دول؟ ده احمد السقا ده ولا ايه؟ يا حاجه عم حد. في حاجه عم حد تاخر؟ العربية قلبت دي. في حد تاني في العربية جوه؟ كان معايا واحدة معرفش. أنا يا قرموطي. مريم. أنا مريم. أيوة هي. في حد تاني في العربية؟ لا. في البنت صغيرة مزنوقة بين العربية. طب بص على تعالى بنت مين يا قرموطي؟ استني اهدي شوية. اقلع القنفذ اللي أنت لابسه ده، لا تشوك نفسك جوه. والنبي الحقوا البنت جوه. يعني تعالى. اتدغدغنا يا قرموطي. يلا. يلا. هنعمل ايه دلوقتي؟ اهدي بس شوية. نار اسود، دول جايين. لازم نتنكر، خلي بالك. لبسيني بسرعة. طب فهمني بس هتعمل ايه؟ هروب اضطراري. ما كانش ده هو شكلي، ما كانش ده اللي تصيبني، ما كانش فيه في دماغي غير يا قرنة تطلع اجري. قالوا لي بلاش الاكشن، قالوا لي الكوميدي احسن، قالوا لي انك هتخيش او هتتقفش في لجنة. طب تستوب. دي حكاية فرمة تتفرم بأسكالوب. ما هو مش ضرب ولا بين ديزل ولا توم كروز، بس حالف انه في النهاية لازم يفوز. أرمى سيطرة في أي مكان وأي حتة، يسو طيارة أو موتسك أو بسكليتة، يلبس جلابية أو طقية أو جاكيتة. قرموطي الأسطوري قطع أي شاب جدا. وصلنا. العربية فين؟ مش انا ظهري ابتدى يعل علي. النضارة دي مش شايف بيها بصراحة. ده معرض نضارات ده ولا ايه؟ هو ده وقته. فين العربية؟ فين؟ تعال. فين السايق؟ خير يا بوب. مفاتيح يابا. مفاتيح ايه دي؟ مش عربيتك، العربية دي بتاعت واحد لابس جلابية. يعني انت شفت الجلابية وما شفتش ام الشنب ده، وما شفتش الرخصة اللي موجودة على العربية. هات المفاتيح بقى. ما تتوضعنيش، تعالى مريم. يا نهار اسود. ايه؟ كان في كاميرا هنا، راحت فين؟ ضيعت الكاميرا يا قرموطي. اهدي عليا شوية، الكاميرا اللي كانت هنا راحت. هو في حاجة اتسرقت من العربية، كان راجل وست كده، والراجل جاري والست مسكناها. وانت كنت بتشرف عليهم وهم بيسرقوها، امال انت معاك المفاتيح ليه؟ وفين الكاميرا دلوقتي؟ انا عايز اعرف. الست وديناها الاسم. في الاسم دلوقتي؟ معرفش. والكاميرا معاها في الاسم؟ معرفش. ما تعرفش انت؟ تعرف الفلوس، تعرف ام العد. خلاص يا ما تعرف ام البتاع ده ما تعرفوش. مش كفايه الكاميرا ضاعت يا قرموطي؟ تعالى الكاميرا ضاعت بقى، اعمليها نغمه، اعمليها نغمه. تعالى تعالى. قرموطي انا اهو، عملت ايه؟ ولا حاجه، لولا ربنا كرمني كده وانا داخل لقيت واحد معرفه كنت مسلفه 14 جنيه زمان كده، اول ما شافه. لا 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 قرموطي مش وقته ده خالص. عملت ايه؟ عملت ايه في ايه؟ ما انا سالته، قلت له ما اتمسكش حد عندكم حرامي بكاميرا؟ قال لي واحده اسمها بطه موجوده جوه في الحجز بس معهاش كاميرا. يعني ايه الكاميرا ضاعت يا قرموطي؟ معرفش، اكيد مع الحرامي التاني اللي كان معاها، ما هم عصابه مع بعضيهم. طب بقول لك ايه يا قرموطي، مش انت بتقول في واحد قريبك جوه ممكن يساعدنا؟ ما تيجي ندخل له. وانت فكرك احنا داخلين شيراتون الجزيره يعني؟ هنفضل داخل طالع كده من الاسم؟ انا ما صدقت ان انا خرجت من الاسم ده ونفدت بجلدي باللبس المسخره اللي انت ملبسهولي ده. انا من ساعه ما دخلت الاسم وكل اللي في الاسم عمال يبص لي شزرا كده، كل واحد واللي بيبص على السلسله واللي والبنطلون كان هيقع مني واللباس كان هيبان وكانت هتبقى ليله سوده. مش قرمط اللي يحصل معاه كده؟ وبعدين انا خايف لا تكون صوري جوه بيدوروا عليا. طب خلاص بقى يا قرموطي ما تقلقش، تعالى ندخل وانا معاك.
انت محسساني كده ان انا ماشي مع انجيلا ميركل يعني، هتخش معايا تعملي ايه يا بنت الناس؟ ما انا حكيت لك على الفوله ولبتها من اولها لاخرها. اسمعي يا بنت الناس، نقطع عرق ونسيح دم، احنا نخش نخلص من الموضوع ده ونعمل محضر دلوقتي ونقول لهم ان جدها اتخطفت ونخلص من الحكايه. ولما ياخدوا عمرو ويقتلوه؟ نهار اسود، صحيح ده انا نسيته خالص يا عين. الا عمرو، طب وبعدين؟ انا مش فاهم نعمل ايه يا بنت الناس، قولي لي رسيني انا اعمل ايه وانا اتصرف. بقول لك ابراهيم، عايزك تخدمني خدمه مش هنسالك العمر كله، وصلنا لغايه الحجز بس بتاع الستات، اشوف الوليه اللي اسمها بطه ديت تسالها الكاميرا فين وكل واحد يروح لحاله وهروقك. ايه ده؟ ايه يا عم مرموت انت ترشيني؟ مش 14 جنيه اللي هتفضل تزلني بيهم طول عمرك؟ وبعدين ده حجز الستات، ادخلك ازاي؟ اتصرف يا ابراهيم، مش هتعرف تتصرف يعني. اقول لك ينفع هي تخش مكانك؟ صحيح ده حجز الستات، ما تخش انت. نعم، انا استحاله ادخل البتاع اللي اسمه الحجز ده ابدا. اسمع عم ده اللي فيها بس مراسله كده ومره طلع صعبه لبعضها. طب بقول لك وديني لغايه حجز الستات كده وانا هتكلم كلمتين، هم هتاخد دقيقتين ونص بالظبط، والله العظيم مش اكتر من كده. دقيقتين ونص؟ والله ما اكتر من دقيقتين ونص، لو معاك ستوب ماتش اقعد اظبطها حتى يوم دقيقتين ونص بالظبط. عشان حضره الضابط بتاعنا جديد وممكن يجازيني فيها. هنتجازى كلنا لو طولت معايا. خلص يا ابراهيم، خلص يا ابراهيم. طيب تعال ورايا. اعملي نفسك طبيعيه. تخلص يا عم قرموطي وانده عليه وخلصني. انا شايف حاجه جوه ابراهيم، انا مش شايف حاجه. والنبي اللي اسمها بطه تجيلي عشان عايزها في موضوع صغير، الله يخليه. مش شايف حاجه ولا حد. بقول لك افتح لي بس عشان بس كان انا اتكلمها من جوه. مش شايف دقيقه والله العظيم دقيقه بس اقول لها الكاميرا فين، ترد عليا نخلق على طول. ما تخافش بقى، وديني في داهيه والله يا عم قرموطي. اتفضل بسرعه بسرعه. اللي اسمها بطه تجيلي والنبي عايزها في كلمه واحده. انت بطه ولا انت بطه؟ يا نهار اسود، حاطط الظابط جه. خش يا عم قرموطي، خش يا عم قرموطي. استنى يا عم قرموطي، وطي يا عم الله يخليك. وطي وطي. ايوه يا فندم. ايه اللي موقفك انت؟ لا يا فندم مفيش حاجه. تعالى اتفضل معايا. اتفضل يا فندم، اتفضل اتفضل يا فندم. مريم، يا مريم. ايوه يا قرموطي. هو الراجل قفل عليها من بره ولا ايه؟ قفل. طب هنعمل ايه؟ طب دور انت بس على بطه وخلص معاها، وانا هروح ادور على امين الشرطه وخليه يجي يفتح لك على طول. بسرعه، لان النسوان هنا شكلهم شمال وهيغتصبوني. بقول لك ايه؟ خلي بالك من نفسك، والنبي واقفل سوسته الجاكيت للاخر. فين هم دول بتوع قفل؟ دول شكلهم ده فيهم ما تداري نفسك يا مرة. سود عليا وعلى اللي هيحصل لي. انا عايز المعلمه بطه يا جماعه. المعلمه بطه فين؟ انت المعلمه بطه؟ لا في مش حلو قوي. والله جرايه وليا يا مالك، اول مره تشوفوا راجل بس يا وليا. انا عايز المعلمه بطه. وسعوا يا نسوان. عايز ايه يا حلو؟ حلوه؟ مين الحلوة دي؟ بكلمك انت يا غندورة. غندورة ايه؟ مالك يا ست، ما تقعدي على بعضك شوية. الشنب ده ما بيوحلكيش بأي حاجة لا مؤاخذة. لا بيوحي حاجات كتير قوي، بسم الله ما شاء الله، ده كبير قوي. الله أكبر، بلاش بقى عشان الحاجات دي بتتنظر، الله يخليك. بس ليه الفردة اليمين أكبر من الفردة الشمال؟ عادل اوعى تغلطي في شنبي، أنا الحلاق بيقف أسبوع على طراطيف صوابعه كده علشان يوقفوا لي الوقفة دي. دمه خفيف يا نسوان. في ايه يا ست؟ انا عايز المعلمه بقى. ما تقول لنا. نعم. انت جايه في ايه غندوره؟ جايه غلطه وندمان عليها. وغلطه ليه ما نصلحها؟ لا لا، ايه ده، تصلح ازاي انت؟ ما احنا فيها. اقسم برب العزه ما عندك. انا عايز المعلمه بطه. انا بطه واقع بقى. بس اوعى بقى، انا واقع في عرضك يا معلمه بطه، واقع في حماكي من عينيا. الله يخليك. بس قول لي الجاكيت ده بيشوك؟ يخرب بيت ام الجاكيت، يا ريتني ما كنت سرقته. بقول لك ايه؟ عايزين نطلع الراجل اللي في الحجز ده بقى. ما شافوهمش هما بيسرقوا، شافوهم وهما بيتحاسبوا. اهدي كده شويه وانا هطلعهولك. ايوه امتى يعني؟ يعني اديني 10 دقايق كده، حضرة الظابط بيروح يصلي العشاء وبيطول، ساعتها بقى نطلع نجيبهم من الحجز براحتنا. بقول لك ايه؟ هو الشخص اللي واقف ورانا ده ممكن يكون سمعنا. ادينا رقصت لك اهو يا معلمه بطه لما وسط اتكسر. قولي لي بقى فين الكاميرا؟
كاميرا؟ انا عمري ما شفت كاميرات. الكاميرا اللي سرقتها من عربيتي. انا هقول لك بس ليا شرط. الشروطي تخرجني من هنا. تروح تقول للظابط ان انت اللي اديتني مفتاح العربيه وانت اللي بعتني عشان اجيب لك حاجه من جوه العربيه. خلاص يا ستي اوعدك وارمط لما بيوعد ما بيخلفش. والله هعمل كده. قولي لي بقى فين الكاميرا. اديني ورقه ب 200. بتقوم الطمع بس هي ناقصه. حاضر يا ستي خدي. هو انت لسه هتعد؟ قولي لي الكاميرا فين. مع جوزي. ولا ايه فين جوزك ده؟ فل البنص. انت متجوزه جزمه؟ ده سيد الرجاله. الاقيه فين فل البنص ده؟ الحمد لله. هات الكاميرا يا ست. هات ايه؟ الفلوس فين الاول؟ ست غدا قالت لي اول ما هتقابل مريم هتديك الفلوس، كفايه ال 200 جنيه اللي دفعتهم كمان للولاية اللي في الاسم، فين الفلوس؟ بص بقى من الاخر كده، الفلوس وقعت وانا وانت بنجري في المول. لا يا ست مريم، لحد كده وكفايه بقى، ارمط بيتلعب بيه. الست غدا قالت لي اول ما هتقابل مريم هتديك الفلوس، هتقعدوا تشتغلوني دلوقتي؟ الكاميرا دي مش هتاخديها غير لما تديني الفلوس، شكلكم عصابه وبتتفقوا مع بعض عليا وانا مش حد. ده كل الشهود الزور اتلموا علينا ولا ايه؟ اجري. سلام عليك. انا ما اعرفش اساسا ان القرموطي ده منك لله يا قرموطي. ده ما بيجيش من وراه غير بكل مصايب. قصدك ايه يالا؟ ها قصدك ايه؟ بتغلط في الشنب الداخليه. ها انا مصايب؟ انا ما اقدرش. ما اقدرش يا باشا ما اقدرش. ده 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 الكارت بتاعه يا باشا. الكارت بتاعه وفي رقم التليفون بتاعه اهو. وهقول لك كمان على عنوان بيته عشان اول ما تقفشوه تعدموه وتريحونا بقى منه. وكفايه مصايب لحد كده. ها الو. ايوه يا ست غاده. ايوه يا قرموطي. طمني على الكاميرا وعلى مريم. مريم في الحفظ والصون والكاميرا تمام التمام. بلغ العصابه ان ارمط جاي لهم في السكه. واحنا في انتظارك يا حبيبي. مين معايا؟ معاك اللي هيدي لك اللي انت عايزه، بس المهم توصل له الكاميرا. مين يا ارمط؟ الظاهر رئيس العصابه، صوته كده رئيس عصابه. طب لما اخذ الموضوع كبر مننا كلنا، انت عرفت المبلغ وصل كام؟ انت هتجيب لي الكاميرا وانا هدي لك 300,000 جنيه. ربع ساعة وهقول لك المكان ونتقابل فين. مع ألف سلامة. ليه كده يا قرمطي؟ انت ناوي على ايه؟ الواد ده شكله بيشتغلنا يا باشا. لا لا لا، الواد ده جعان وشحات، كل اللي يهمه الفلوس وبس. وبعدين احنا مش هنديله حاجة، احنا هناخد منه الكاميرا وبعدين ناخد روحه نوصلها للي خالقها. بتفكر في ايه قرموطي؟ ايه بتفكر تديهم الكاميرا وتاخد الفلوس؟ انت شايفه حل تاني غير ده يعني؟ وانت مش شايف ان انت بعد ما تسلمهم الكاميرا ممكن برضو يقتلوا غدا وعمر؟ لا مش للدرجه دي، الناس دي بلاويها كتيره وعايزين يتداروا باي طريقه. وبعدين غدا مذيعه مشهوره محدش يقدر يجي جنبها، وهم مش عايزين يفتحوا على نفسهم فواتيح. انا مش عايز حاجه غير ان انا اسلمهم الكاميرا واخد القرشين اللي انا طلبتهم، وخالتي وخالتك وتفرقوا الخالات ما تكبرهاش بقى. ايه يعني حتتين كده هيتدفنوا في اي مقبره ولا في اي جبانه؟ فيها ايه دي؟ انا عايز افهم. فيها حاجه واحده بس يا قرموطي، انهم هيدفنوا اثار يهوديه، وتيجي بعثه اجنبيه فاشله من بتاعتهم تكتشف اثار يهوديه في مقابر فرعونيه. وانزل بقى يا ابني بالمانشيت اكتشاف اثار يهوديه في مقابر فرعونيه، ويبقى معاهم سند تاريخي للاسطوانه المشروخه بتاعتهم من النيل للفرات. وبالمره بقى يثبتوا للعالم كله ان هم شاركوا المصريين في بنى الاهرام. ايه يا قرموطي؟ بعد كل اللي انا قلته ده ولسه بتفكر؟ عايز تبيع يا قرموطي؟ بقول لك ايه، الله يخليك، اللي قدامك ده بيكح جبس. عارفه يعني ايه؟ يعني انا الوحيد اللي هفضل شاهر سلاحي قدام ناس كلها باعت؟ انت غيرهم يا قرموطي، انت ابن البلد الاصيل المصري. والنبي الله يخليك الله يكرمك، انا مش ناقص اسطوانات. هتيجي معايا اوصلك كده معززه مكرمه، ولا اسيبك هنا وتاخدي تاكسي لوحدك واخلع انا؟ ها يا خساره يا قرموطي. اقعد انت بقى غني خساره خساره في ورقك يا جاره بس، وانا اروح ادور لي على نضاره. هتيجي معايا بنت الناس ولا اسيبك؟ انت حره. عم محمود.
كده يبقوا 300,000 جنيه. في رزمة كده ناقصة 20 يا شكلها بعرفها. الفلوس كاملة 300,000 جنيه. فين بقى الكاميرا؟ قبل ما اشوف غدا وعمرو مش هقول لك فين مكان الكاميرا. قسما بالله لو ما جبت الكاميرا دلوقتي لحنتفلك شنبات شعرك اللي عامله زي شبكه الكهرباء دي شعره شعره، وهتربع حيطان البيت ده على دماغك لحد ما نلاقي الكاميرا. عبيط انا علشان اخبي الكاميرا جوه بيتي؟ الكاميرا موجوده دلوقتي عند واحد محدش يعرفه طريق جره، وقايل له لو الساعه 9 ما شفتنيش لا انا ولا غدا ولا عمرو يطلع بالكاميرا على مدينه الانتاج الاعلامي وفضيحتكم هتشوفها مصر كلها على الهوا. طب يلا اخويا يلا. لا من غير مسدسات بقى، دخلوا مسدساتكم في جيبكم مش هتطلعوا كده الحاره، ده انتوا تتقطعوا. البس الكيس ده بقى يا نجم. هل جننت؟ هل حدث شيئا في نافوك؟ انت عبيط؟ انت عايز تلبسني الكيس ده ويبان قدام الحاره ان انا مخطوف؟ انتوا ما تعرفوش القرموطي محبوب قد ايه في المنطقه؟ ده انتوا تتقطعوا، ده انتوا ما تخرجوش من هنا فيكم حته سليمه. الحمد لله ايدي سخيه على كل المنطقه. كيسك جوه جيبك يابا خوفا عليكم. والله يا جماعه ما تعرفوا ايه اللي ممكن يحصل لكم في الحاره ديت لو عرفوا ان القرموطي بيتخطف. والله ما هتعرفوا ايه اللي هيحصل. في يا مرموطي؟ الحق فرحان، قال الجماعه دول خاطفيني بيخطفوا القرموطي. يا نهار اسود انت بتتخطف؟ اه الحق يا للحاره القرموطي بيتخطف. حسبي الله ونعم الوكيل. روح الله يرجعك يا بيه. يلا يا وليه يا جزمه عشان فين من زمان. لا اله الا الله. بقول لك هات هات يا بابا بتاع دي حاره معفنه وانا ابن جزمه. المخمضة اللي احنا فيها ديت، استغفر الله العظيم يا رب. العظيم فهم الله. روح يا عم. قرموطي قرموطي. غادة اوعى يكون حد عمل فيك حاجة وحشة يا بيبي. قرموطي ما تسيبنيش انا قرموطي، مشيني من هنا. امال انا جاي لحد هنا ومجادل بخطر وده جوه؟ ما تسيبنيش يا قرموطي. محدش يجي جنبها. ما تسيبنيش. اوعى حد يمس شعرة منها. انا بقول لكم هو ايه الحق، والا اقسم بالله العلي العظيم. انت تحب. بقى القرموطي؟ ايوه. حد في بر مصر ما يعرفش مين القرموطه سعاده الباشا ولا ايه؟ بر مصر؟ طب احكي لنا بقى الحكايه، بس اوعى تكون بتلعب معانا عشان انا اللعب معايا وحش قوي. لو انا مش فاضل اللعب وانت جايب واحد اي كلام، ده انا القرموطي بلعوط القرموطي لو ما سمعتش عني. انا الساعه بتاعتي ب 3000 دولار، انا مكتشف مقبره القراميط الاوائل ولما بيجيبوا لي اي. طيب هو مش احنا اتفقنا ان انت هتاخد الفلوس وتدينا الكاميرا؟ ايوه، بس عدم المؤاخذه يعني مش ضمني. مش يمكن بعد ما تاخد الكاميرا تغدر بيا وتقتل عمرو وتقتل غاده وتقتلني؟ ما انتوا عصابات، حتى الجو اللي انا شايفه كده اخدت بالك مخزن عصابات زي اللي بنشوف في الافلام. مش يمكن تعمل معايا زي ما زكي رستم عمل مع فريد شوقي في فيلم الفتوه لما دخلوا الثلاجه وقعد فريد شوقي يا ابني. احنا ما عندناش هنا ثلاجه خالص. عصابه بقى. بص يا حبيبي احنا مش عايزين مشاكل. احنا كل اللي عايزينه احنا هناخد الكاميرا وانت تاخد الفلوس. أيوه. وكل واحد يروح لحال سبيله. ايوه بس انا اسف يعني، ما تزعلش مني في الجمله اللي جايه لانها جمله ذات معنى. انا اسف يعني. ما اضمنكش. طيب وايه اللي يضمن لك؟ ما اعرفش بقى، ما انا لازم لي ضمان. مش ممكن تعمل معايا زي فيلم سلام يا صاحبي لما سعيد صالح وعادل امام اتفقوا مع احمد لوكسر وبعدين كده راح رايح بعت لهم مصطفى متولي سرق منهم البطيخ. يا ابني يا حبيبي احنا عايزين الكاميرا. فين الكاميرا؟ الكاميرا اللي عليها الجريمه. ايوه مش هي دي اللي انت عايزها؟ الكاميرا اصلا ما اصلا انا مش عارف اجيبها لك ازاي. لا ما انت هتجيبها هتجيبها. اصل الكاميرا عند واحد شرير قوي وتاجر سلاح وكل رجالته مدججين بالسلاح زي فيلم توم كروز في فيلم ميشن امبوشبل. ايه ايه فيلم ميشن امبوشبل؟ انت مش فاهمها. انا عايز الكاميرا. يعني انا اول ما اديك الكاميرا هتديني غاده وتديني عمرو ولا هنعمل ايه؟ مش فاهم بقى بالظبط. فاهم؟ لا انا هقول لك حاجه احسن. انت هتاخد الفلوس وعمرو هيفضل هنا وغاده هتروح تغير هدومها وتطلع على البرنامج علشان تغير كل الكلام اللي اتقال قبل كده. وانا بقى اعمل ايه؟ عدم المؤاخذه يعني انا ايش ضمني؟ مش يمكن تعمل حاجه مع عمرو زي كده؟ ما حدش هيجي جنبه عشان عشان ما تقلش معايا زي فيلم صغير على الحب لما سعاد حسني راحت لابراهيم. يخرب بيت الافلام اللي جننتك يا ابني. عايز الكاميرا. ماشي، مين اللي هيجي معايا بقى علشان ياخد الكاميرا من الراجل الشراني ده؟
كل الرجاله دي معاك. معايا يعني الدفاس وابو دهشوم ما هو اللي هيبقوا معايا، ولا هتبعت معايا حد تاني يقفل فيلم العار؟ كل الرجاله دي معاك ومدججين بالسلاح يا سيدي. بس كده اهو، انا مش عايز اكتر من كده. ليا طلب واحد. اتفضل. محدش يجي جنب غاده ولا يمس شعره منها هي وعمر. بقول لكم من دلوقتي. يلا ماشي اتفضلوا اتفضلوا، عشان ما في حد يجي جنب غاده انا بنبهك. خلص بقى. بس اللهم بلغت اللهم فاشل. اعملش، هنعمل فيلم جامد قوي معاكم، اوحش من فيلم جعلوني مجرما. بقالي ساعة بتتكلمي واحنا كمان ساعتين هنطلع هوا، وانا مش فاهم منك اي حاجة. الحاجة الوحيدة اللي عايز اعرفها الكاميرا فين. الكاميرا فين؟ لغاية دلوقتي مع القرموطي. مين قرموطك ده؟ ده اللي مع الكاميرا. الله الله، وقرموطك فين دلوقتي؟ راح يقابل فاروق. فاروق مين؟ فاروق ده بقى اللي خطف غادة. هي غادة اتخطفت؟ ايوه، هي وابنها. هي وابنها كمان خطفوها ليه؟ علشان كان معاها الكاميرا. الله، وغادة اتخطفت والكاميرا معاها؟ لا، الكاميرا مش مع غادة. امال مع مين؟ مع القرموطي. تاني تاني، انا ما بقتش فاهم منك اي حاجة. اللي فاهمه ان احنا كمان ساعتين هنطلع على الهواء وهنذيع اللي على الكاميرا، والكاميرا مع فاروق. لا، الكاميرا مع القرموطي. والقرموطي خطف غادة. لا، اللي خطف غادة فاروق. والمفروض ان في برنامج دلوقتي هتقدمه مريم على الهواء. انا مريم يا فندم اللي هتقدم البرنامج غادة. فخلاص ما عادش فيه برنامج. مش غادة اتخطفت؟ ها؟ والقرموطي اللي انا ما اعرفوش راح لفاروق، وفاروق اللي انا ما اعرفوش عارف حاجة؟ وانا كمان زيه عايز اعرف حاجة واحدة بس، الكاميرا فين؟ الكاميرا في ايه يا بت؟ في ايه؟ هو الاستوديو بيلف بينا ولا ايه؟ لا يا فندم، حضرتك متهيأ لك انت اللي بتلف بالاستوديو مش هو. ها؟ الحقيني يا غادة. لا يا فندم، انا مريم. هو ده وقته يا بنت الحقيقي؟ اتفضل هو فين بقى بيت منسي اللي معاه الكاميرا ده؟ ما هو يا عم انت هتسيح ليه بس؟ خلي بالكم منسي ده ما بيتفهمش، انا بقولها لكم. الرجاله كلهم معاهم اسلحه وما بيتفهموش، دول مجانين. طب يلا ماشي يا عم تعالي. جبت شنطه؟ شنطه تحت في العربيه. طب انزل هاتها بسرعه. ماشي. عم منسي هنا. معلم منسي. اتفضل يا فندية. خير يا قرموط؟ اهو ده المعلم منسي، ده بتاع الكاميرا، اتصرفوا معايا بقى. اتصرفوا مع مين يا قرموطي؟ ومين الناس الهاء اللي انت جايبهم دول؟ هاء؟ لا عيب اللي بتقوله ده يا معلم منسي، الناس ديت ناس كبارة وقادرة وممكن يفرموك، ولا حطوا منهم كاميرا ولا حطوا الفلوس. معلش احنا بنتكلم. يفرموا مين يا قرموطي؟ يفرموك انت. انت مش عارف انت بتتكلم مع مين؟ عارف. طب وحق لا اله الا الله؟ ما حد خارج من هنا لما اخد الكاميرا والفلوس. شفت بقى اهو، على كده طول النهار ممشيها بلطجه، لا تعرف تاخد منه حق ولا تاخد منه باطل. اهو عايز اخد الكاميرا وكمان عايز اخد الفلوس. الله. طب واحنا مالنا وماله؟ احنا مالناش دعوه بيك يا عم. احنا جبنا لك 300,000 جنيه ثمن الكاميرا. قول له بقى، قول له خليه يجيبها لنا. 300 ايه؟ 300,000 جنيه قرموطي؟ بعت الكاميرا ب 300,000 جنيه قرموطي وجاي تشكل عليا؟ لا لا، شكلكم انتوا الاثنين اللي طبخينها مع بعض وجايين تشكلوا علينا. انا عايز الكاميرا. وانا كمان عايز الكاميرا. لا انا اسف، ده شغل عيال مع بعضكم كده يا جماعه. واحد فيكم لازم يتنازل عن التاني عن الكاميرا عشان انتوا الاثنين شطانين. مش هينفع، انا اسف ان انا حطيت ايدي معاكوا. واحنا مش هنخرج من هنا غير والكاميرا معانا. ويا قاتل يا مقتول. الله 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 الله، لا كده الموضوع هيكبر مننا كلنا يا فنديه. انتوا هتشبطوا في بعض ولا ايه؟ لا اتصرفوا كل واحد فيكم بقى يتصرف مع التاني في الكاميرا. وادي قاعده يا عم. بقول لك ايه، سيبك من الغغا اللي انت عاملها دي، احنا ناخد الكاميرا ونمشي من سوكيت. ماشي يا نانسي. نانسي بتقول للمعلم منسي يا نانسي؟ ده الذكر المهيمن في المنطقه. هزقك يا عم نانسي. هزقني يا عم قرموطي؟ وعهد الله
وعهد الله. لا اقعدوا ريحوا عشان ده بياخد وقت كتير في الحلفان. وعهد الله. كده خلص لو عايزين تخلصوا. وعهد الله ما حد خارج من هنا لما اخد الكاميرا والفلوس. لا 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 لا، ايه اللي بتعملوه ده يا فندية؟ كده غلط، السلاح يطول، حد فيكم شد ايده على الزناد يحصل طلقه كده ولا كده، ده ممكن تحصل مذبحه، فنصلي على النبي. بينا قالك بجد ده ايه ولا ايه؟ يا خبر اسود الطيب يا رب استر يا رب. اوعى رصاصه تيجي فيا، اوعى رصاصه تيجي في ارضك.